اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا مباشر جديد من مدينه قرى، بالضبط من امام مقبره الشهداء. كما كتشوف تم القبض على صعصع هذه المقبره اللي كي يستفز المتسولين والناس اللي كيكتبوا على القبوره، كيستفزهم على حساب انه يدوروا معاه ولا يسلخهم. وكان واحد السيد كيكتب في القبوره وهو من صحاب ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني شكر لرجال الامن حضرات لابيجي ديال العين السبع، وتم القبض عليه. وفي هذه اللحظات الدوريه ديال الشرطه من اجل الناس هادو اللي كيديروا هاد الشغب هنا، جينا نسولو الناس ان بالليل كينقزوا الشفاره، كيشفروا الروبينيات والكرياجات والبيبان باش يبيعوهم للكيلو. كنشكروا رجال الشرطة اللي حضروا من بعد ما توصلوا بشكاية ديال أحد رجال الأمن اللي حضروا من بعد ما جاتهم الشكاية، حضروا لعين المكان ولقاو القبض على كما سبق وقلنا لكم مشاهدي قناه مقبره الشهداء، ما فيهاش العساس بالليل، ولو بعض الناس اللي كيجيو كيديروا الفوضى هنايا بالليل، كتكون السرقه ديال ديك الروبينيات والكرياجات. كانت واحد هي من يكتب في القبوره ذوي الاحتياجات الخاصه على قبل واحد صعصع هنايا اللي كيروعهم يدوروا معاه. في البلاصه تجاوبوا مع رجال وفي هاد اللحظات رجال الامن وصلوا باش يديروا واحد الدوريه هنايا ويشوفوا شكون اللي باقي كيدير الفوضى هنا. عندهم الاسماء ديال الناس اللي كيديروا الفوضى، داو الصعصع الاولاني، ودابا راه كاينه دوريه هنا وكاين رجال الامن داخل.